بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا مشاهدي قناة التميز في مادة الرياضيات مرة أخرى مع حصة جديدة. هذه الحصة سوف نخصصها إلى تمرين رقم 3، وهذا التمرين سوف نحاول أن نركز فيه على البرهان لا ديمونستراسيون. إذا نقرأ أولا التمرين. إكزارسيس 3. ABC est un triangle et le point I milieu segment BC. Premièrement, dessine la figure. Deuxièmement, construire le point A', le symétrique du point A par rapport au point I. Troisièmement, السؤال اللي هو مهم جدا اللي بغينا نركزوا عليه في هذه الحصه. مونتري كو لو كوادريلاتير ا بي ا بريم سي اي تان باراليلوغرام. اذا غادي نبداو اولا بانشاء ديال الشكل. اذا عندنا ا بي سي دان تريونغل، يعني ا بي سي مثلث اي لو بوين اي اي ميليو دو سيغمون بي سي. إذا ديسين لا فيغير. إذا نحاول نرسم أولا هذه الأشياء. إذا ABC مثلث. إذا نحاول ما ناخذوش شي مثلث في شي حالة خاصة، نتفاداو مثلث متساوي الساقين متساوي الأضلاع قائم الزاوية. نحاول نديرو مثلث بدون هذه الأشياء. حتى إذا درنا هذا راه ماشي خطأ، راه صحيح، لكن غنقدرو نطيحو في شي حالات خاصة ويخرج لنا شي شكل اللي هو تا هو من الحالات الخاصة، يعني حالة خاصة ديال المتوازي الأضلاع. وبالتالي باش منطيحوش في هذا الشيء، حاولوا نرسم يعني مثلث نتفاداو هذه الحالات الخاصة. مثلث قائم الزاوية تريونجل ريكتونجل، مثلث قائم مثلث متساوي الساقين، مثلث متساوي الساقين تريونجل إيزوسيل، مثلث متساوي الأضلاع تريونجل إيكويلاتيرال. إذا نقوم بإنشاء المثلث كما قلت، نحاول نتفاداو حالة خاصة. إذا نرسم مثلث بدون أي حالة خاصة. نعم، إذا رسمت المثلث ABC بحيث الأضلاع ديالو يعني أضلاع ما متقايصة، ما هو قائم الزاوية، ما عندنا ضلعين متساويين. إذا نمشي الآن إلى منتصف الضلع BC. إذا غنحاول نرسمو باستعمال المسطرة. إذا عندنا طول قطعة BC هو 3 سنتيمتر، إذا فالمنتصف تقريبا هو 1.5. إذا هذا هو المنتصف ديال القطعة بيسي لو بوان إي. إذا ملي سنرسم دائما ملي سنرسم شي حاجة في الشكل خاصني نوضع الكوداج، ندير الرموز. إذا إي منتصف تندير هنايا نفس الرمز ديال القطعتين إي بي و إي سي. بعد ذلك إذا الآن رسمنا ديسي لا فيغير. Sur ce ajout, construire le point A', le symétrique des points A par rapport au point I. Et d'abord, nous sommes le symétrique des points A par rapport à I. Et dans notre chair, on va essayer de faire la mistara. Avant, nous sommes un mustaqim mar min A à I. ثم بعد ذلك نحاول ناخذ هذه المسافة من A إلى E. إذا تكون بحالها بحال المسافة من E إلى A'. إذا نفس الشيء ف A', le symétrique des points A par rapport au point I. فتجد النقطة I هي منتصف القطعة A'. Le point I est le milieu de segment A'. إذا نمشيو للسؤال الثالث. مونتخي كو لو كوادريلاتير AB' C est un parallelogram. إذا أول ما تلقى هذا السؤال مونتخي كو، مونتخي كو بين أن، بين أن الرباعي AB A' AB A' C
هو متوازي لهاد اللحظة. إذا مشى للقبيين مونتخي كو، إذا هنا فباش ندير البرهان فهناك أشياء أعتمد عليها. إذا باش ندير البرهان فقلنا سنعتمدوا على المعطيات لي دوني اي لي بروبريتي، ثم الخاصيات. إذا جوج الحوايج تعتمدوا عليهم في البرهان، إذا المعطيات اللي عطوني، ثم بعد ذلك الخاصيات. إذا بتنقول الخاصيات ما غاديش نستعمل جميع الخاصيات، يعني هنايا هذا هو الدور ديالي أنايا، خاصني نشوف أشنو هي الخاصية المناسبة اللي غادي نستعملها من هذه المعطيات اللي عطاوني. أشنو هي الخاصية اللي غادي نستعمل؟ إما خاصية ولا جوج ولا ثلاثة، وفي غالب الأحيان تكون وحدة ولا جوج، في غالب الأحيان تكون خاصية ولا خاصيتين. نعم، إذا قلنا فباش يمكن لي ندير البرهان تعتمد على جوج أشياء، المعطيات ثم لي بروبريتي الخاصيات. إذا نشوفوا الآن شنو هي المعطيات. أولا نتعرفوا على المعطيات اللي عطاونا في هذا التمرين. المعطيات هي لي دوني. أشنو هي لي دوني اللي عندنا هنايا؟ إذا بالنسبة لي دوني اللي عندنا، عندنا ABC دان تريونغل. إذا هذا سي تان دوني. إذا بالنسبة لي دوني هما المعطيات، أشنو عطاونا؟ أشنو عطاونا في هذا التمرين؟ ثم بعد ذلك قالوا لنا لو بوان إي إي ميليو دو سيغمون بي سي. لو بوان إي إي ميليو دو سيغمون بي سي، هذا تا هو معطى. ثم كذلك كونستروير لو بوان ا بريم لو سيميتريك دو بوان ا بارابور او بوان إي، واش هذا معطى تا هو ولا لا؟ نعم كذلك، فهاد كونستروير لو بوان إي لو بوان ا بريم لو سيميتريك دو بوان ا بارابور او إي تا هو معطى. إذا A بريم إي لو سيميتريك دو بوان A بارابور إي. ثم مونتخي كو لو كوادغيلاتير A B A بريم C إي تان باريوغرام، واش هذا تا هو معطى؟ إذا هذا ماشي معطى، هذا هو المطلوب، هذا هو اللي طالبين منا سكو نو دوفون مونتخي، يعني هذا هو سكيي دوموندي، هذا هو المطلوب سكيي دوموندي، هاد الشيء طلبوا منا. بين ان لو كوادريلاتير ا بي ا بريم سي تا باريلوغرام. اذا هنايا فبغينا نبينوا ان هذا الرباعي هذا هو متوازي لهاد الاضلاع باريلوغرام. اذا باش نبينوا ان هذا الرباعي متوازي لهاد الاضلاع، اذا حنا شفنا في الدرس هناك تقريبا خمس خاصيات باش يمكن لي نشوف بين هذا الرباعي راه متوازي لهاد الاضلاع. اذا خمسه ديال الخاصيات، اذا نحاولوا نذكروهم. قلنا إذا كانوا عندنا كل ضلعين متقابلين متقايسين، سي اون لي كوتي اوبوزي اون ميم لونغور دو زا دو. إذا كانوا عندنا لي دياغونال اون ميم ميليو، يعني إذا كانوا عندنا قطرين عندهم نفس المنتصف. إذا كانوا عندي ضلعين متقابلين متقايسين ومتوازيين، سي اون دو كوتي اوبوزي اون ميم لونغور اي باراليل، سي اون لي زونغل اوبوزي اون ميم مزير، يعني الا كانوا عندنا الزوايا المتقابله فهي متقايسه، ثم الا كانوا عندنا كل زاويتين متتابعتين متقايستين، ثم كذلك عندنا التعريف اذا كانوا عند كل ضلعين متقابلين متوازيين، سي اون لي دو كوتي اوبوزي سون باراليل دو ا دو. اذا فعندنا سته ديال الطرق. اذا الان تنشوف شكون هي الطريقه اللي يمكن لي نتابعها هنايا. اذا يمكن لي نتابع عده الطرق، ماشي كاينه طريقه واحده يمكن لي نتابع وحده ولا جوج ولا ثلاثه، يعني يمكن لي نستعملها، لكن نشوف شكون هي الطريقه اللي هي سهله. اذا هنا ترجع لهذاك الشكل هو تيساعدني باش نشوف الطريقه اللي هي سهله. اذا دابا بغيت نبين ان هذا الرباعي ا بي ا بريم سي متوازي الاضلاع، نحاول اولا نرسموا هذا نكملوا هذا الشكل. اذا تنكمل الشكل هنايا. اذا هنايا ملاحظه مهمه جدا، خاصني اولا هذا الشيء اللي قالوا لي بغيت نبينه، واش خاصني نوجدو في الشكل ولا خاصني نوجد شي حاجه مخالفه؟
مثلا قالوا لي بين ان هذا راه متوازي الاضلاع، لكن ملي غنجي للشكل ما غاديش نلقاه متوازي الاضلاع. يعني هذا راه غير صحيح، يعني راه عندي مشكل هنايا في الانشاء. اذا فراه ملي تيقول لي بين شي حاجه خصني نلقاها في الشكل، خص تكون هذيك الحاجه اللي قالوا لي فخصني نلقاها. وبالتالي فاول حاجه غندير هو غادي نتاكد بان هذا متوازي الاضلاع. اذا فتيبان لي باستعمال العين هذا راه متوازي الاضلاع، ويمكن نستعمله باستعمال ادوات. اذا رجعوا الان نشوفوا شنو هي الخاصيه اللي هي مناسبه. اذا تنشوف الشكل تيبانوا لي هذا هو تيفيدوني الان هذوك العلامات يعني الرموز الترميز الكوداج. هنا تيفيدني هذاك الكوداج باش تيبان لي هذاك البرهان اللي غنعتمد عليه، ونشوف الخاصيه اللي غادي نعتمد عليها. اذا هنا تنشوف عندي هاد لو بوان اي هي المنتصف ديال هاد القطر، ولو بوان اي هي المنتصف ديال هاد القطر. اذا هنا تيتبين لي فالخاصيه اللي غادي نستعملها الان فهي الخاصيه ديال القطرين. يعني اذا كان عندي واحد الرباعي القطرين ديالو عندهم نفس المنتصف فهذا الرباعي فهو متوازي الاضلاع. اذا الان بقى لي فقط نبين بالله هاد اي راه منتصف ديال ا بريم ومنتصف ديال بي سي. من طبيعه الحال فعندنا حسب المعطيات او دابري لي دوني كو لو بوين اي اي ميليو دو بي سي. دابا بقاتنا لو بوين اي اسكي ميليو دو ا بريم. وي الي ميليو دو ا بريم باسكو لو بوين ا بريم اي لو سيميتريك دي بوين ا بارابور اي. دونك اي اي ميليو دو ا بريم. يعني فهاد النقطه اي راه منتصف ديال بي سي ومنتصف ديال ا بريم. اذا نمشيو الان نشوفوا يعني كيف يمكننا انجاز البرهان. اذا باش ننجزوا البرهان كاين عندنا بعض المصطلحات. اذا فاذا قلت نستعملوا مثلا المصطلحات نستعملوا يعني في البدايه غنستعملوا اون دونك دو، هادو هما تقريبا اللي غنحاولوا نستعملوا في البدايه. كاين مصطلحات اخرين بويسك الور يعني حتى هو يمكن نستعملوا، لكن في البدايه غنحاولوا نستعملوا غير هاد ثلاثه المصطلحات. اذا اون دونك دو. اذا بالنسبه للمصطلح ديال اون دائما تيتستعمل مع المعطيات، شي حاجه اللي عندي في لي دوني. اذا هنا عندنا اون، اذا هنا عندنا كاستيون 1 اي 2 كاستيون 1 اي 2. دابا ندوزو كاستيون 3 مونتري كو que le quadrilatère et d'agna on a اذا بالنسبه للمصطلحات قلنا يعني تستعمل اون دونك دو، هادو ما غنستعملو في البدايه. عندنا قلنا اون تستعمل مع المعطيات، يعني اون شي حاجه عندنا، اون دائما شي حاجه اللي عندنا في المعطيات. اذا اون le point A prime et le symétrique du point A par rapport Donc, on a le point A prime et le symétrique des points A par rapport à I. Et dans cette mouta, on va essayer de faire quelque chose qui nous a dit dans le symétrique, la symétrie centrale. Il y a un A prime et le symétrique des points A par rapport à I. Donc, le point I est le milieu de A prime. Donc, le point I est le milieu du segment A A prime. Et donc, d'abord, on a le point I. هو لو ميليو ديال سيغمون ا بريم، وعندنا كذلك اي اي لو ميليو دو سيغمون بي سي. اون
يعني نفس الشيء هذا الشيء عندنا في المعطيات اون اي لو بوين اي le point I et le milieu du segment BC. Et d'abord, au centre, il y a le point I et le milieu du segment BC et le point I et le milieu du segment A'. D'où إذا يمكن أن نستعمله إذا عندنا لو بوان إي إي لو ميليو دو سيغمون بي سي إذا دابا فغادي نحاول نستخلصو من خلال هادي وهنايا دونك إن ديديكسيون من هاد لو بوان إي إي لو ميليو دو سيغمون أبريم إي لو بوان إي لو ميليو دو سيغمون بي سي دو لي سيغمون A prime et PC, segment PC, en même milieu. Et d'un tout, il y a les segments A prime et PC en même milieu. يعني استخلصناها من هاد الشيء اللي درنا هنايا اي لو ميليو دو ابريم اي لو ميليو دو بي سي. دابا بقى لنا هاد لي سيغمون بي سي و ابريم خصنا نذكرو بلي راه سو سون دي دياغونال. اذا بويسك كنا نضيفو هنا واحد المصطلح اخر بويسك لي سيغمون ا ابريم et BC en sont les diagonales du quadrilatère AB A' C et en même milieu donc d'abord on dit le synthèse à rire donc head le quadrilatère et donc puisque les segments A' et BC sont les diagonales ou un de neuf segments à دونك راه هذا الرباعي هذا راه متوازي الاضلاع دونك ا لو كوادريلاتير دونك لو كوادريلاتير ا بي ا بريم سي اي تان باراليلوغرام إذا هنا يمكن نزيدو دابغي هاد الباريغرام علاش قلنا هاد الباريغرام كنزيدو الخاصية اللي استعملنا بها دابغي لا بروبريتي إذا هذا راه باريغرام دابغي لا بروبريتي D'après la propriété, si les diagonales d'un quadrilatère ont même milieu, alors c'est un parallélogramme. Si les diagonales d'un parallélogramme, si les diagonales d'un quadrilatère ont même milieu,
C'est un parallèle. إذا تركوا الآن درنا واحد البرهان يعني بينا بلا هاد الرباعي هذا راه متوازي الأضلاع سي تان باريغرام. إذا نعاود نقرا البرهان. بروميييرمون كاستيون 3 مونتخي كو لو كوادغيلاتير AB A' C إي تان باريغرام. إذا أون كنا أون تنستعملوها معطى يعني شي حاجة المعطيات تنستعملو هاد المصطلح هذا هاد الفوكابيلير أون. On a le point A' et le symétrique des points A par rapport à I. من هذه غادي نستنتجو بلي لو بوان I et le milieu de segment A A'. نفس الشيء كذلك on a le point I et le milieu de segment BC. دابا غنستنتجو من ثلاثة من هاد الجوج دو لي سيغمون A A' et BC en même milieu. دابا هاد لي سيغمون هادو خاصني نذكر بلي هاد لي سيغمون سو سون دي ديابونال لان الخاصية اللي عندنا سي لي ديابونال دان كوادغيلاتير اون ميم ميليو. هنا خاصني نذكر بلي هادو سو سون دي ديابونال. اذا بويسك لي سيغمون ا بريم اي بي سي سون لي ديابونال دي كوادغيلاتير ا بي ا بريم سي اي اون ميم ميليو دونك لو كوادغيلاتير ا بي ا بريم سي اي تان باريغرام. وهنا تنزيد تنأكد هذا الشيء اللي قلت باستعمال الخاصية اللي غادي نذكرها الخاصية اللي استعملت في هذا البرهان. الخاصية اللي اعتمدت عليها لا بروبريتي اللي اعتمدت عليها دابري لا بروبريتي سي ديابونال دان كوادغيلاتير اون ميم ميليو الور سي تان باريلوغرام. اذا تنقولوا الان درنا واحد البرهان اللي هو اعتمدنا فيه على الخاصية ديال القطرين. اذا يمكن لي يعني بالنسبة للإشارة مسألة الخاصية ديال القطرين هي خاصية مهمة جدا وغادي نحتاجوها يعني في الدروس المقبلة الدرس المقبل خاصة الدرس المقبل اللي هو ديال لي كوادغيلاتير بارتيكيليي. يعني غنحتاجو دائما هذا النوع من البرهان يعني هذا النوع هذا تقريبا غنحتاجو عدة مرات. إذا وبالتالي فيجب أن يضبط هذا النوع من البرهان. بالإضافة لذلك فيمكن لنا عوض ما نعتمدو على القطرين ممكن نعتمدو على الخاصيات الأخرين. يمكن نعتمدوا على ان كل ضلعين متقابلين متوازيين. يمكن ان نبينوا بلا هذا تيوازي هذا وهذا تيوازي هذا. يمكن ان نبينوا كذلك بلا هذا تيقايس هذا وهذا تيقايس هذا. يمكن ان نبينوا كذلك بلا هاد الزاويه تقايس هاد الزاويه وهاد الزاويه تقايس هاد الزاويه. يمكن ان نبينوا كذلك بلا هاد الضلع وهذا الضلع متقايسين متوازيين. يعني يمكن ان نستعملوا الخاصيات الاخرى. اذا غادي نحاول نشوفوا في الحصه المقبله يعني كيف يمكننا يعني نديرو طريقه ثانيه وطريقه ثالثه يعني باش نبينو نفس السؤال. غنبينو الان نفس السؤال مونطري كو ا بي ا بريم سي تان باريلوغرام. الان استعملنا لا بروبريتي دي ديابونال مي دون لا سيونس بروشين اون فا اتيليزي اون اوتر بروبريتي او بيان دوتر بروبريتي. اذا الى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحصه. نشكركم على حسن انتباهكم وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. إذا لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك ثم تفعيل زر الجرس ليصلك الجديد ودعم القناة بلايك. إذا شكرا لكم.